أهلا بكم، النهاردة هنتكلم عن الباك أب الكونفيجريشن مانجر سيرفر. لو جينا في أدمنستريشن سايت مينتيننس باك أب سايت سيرفر إيديت إنيبل ذيس تاسك، هتباك أب فين؟ هباك أب على النتورك باس ولا على لوكال درايف؟ هقول له مثلا لوكال درايف هيبقى السي، وهقول له فولدر جديد مثلا اسمه باك أب. فقال اوكي، عاوز اليرتس لو الباك اب ده حصل له فيل، قال له لا ابلاي. اوكي، ايه اللي انا استفدت ايه لما اخد باك اب؟ الباك اب بتاع السيرفر ده يسمح لي وانا بعمل انستليشن لسيرفر جديد، او لو السيرفر ده حصل له مشكله هعمل سيرفر جديد بنفس الاسم، هاخد الباك اب داتا اللي هي هتترمى في الفولدر اللي اسمه باك اب، وانا بسطب الكونفيجريشن مانجر سيرفر الجديد لو بعد ما حصل فيلير، هقول له ان انا عاوز اعمل سيت اب فروم باك اب. فكده انا مجرد بس ان انا عملت سيت اب فروم باك اب، السيرفر هينزل لي بنفس الكونفيجريشن بنفس الداتا بنفس كل حاجه كانت عندي في السيرفر ده، فانا كده ما اعتبرش خسرت الكونفيجريشن مانجر سيرفر ومش محتاج اعمل سيرفر جديد. انا مجرد بس هستخدم الباك اب فايل لا ريستور الفانكشناليتي بتاعت الكونفيجريشن مانجر، بس اهم حاجه يكون السيرفر نيم هو ما حصلش فيه اي تغيير. طب احنا عاوزين نعمل تيست حته الباك اب ديت تتم ولا لا، هتيجي هنا هتخش على السيرفيسز، لا في سيرفيس اسمها اس ام اس سايت باك اب، هتقول له رام كده، هي ديت من الباك اب هترن حسب الاسكادول اللي احنا ظبطناه هنا في السايت مينتيننس. لو انت عاوز ترنها مانيوال زي ما وريتك كده، هتخش هنا تعمل ريفريش، هتلاقي في باك اب فولدر، هتلاقي لاب باك اب، لاب ده هو اسمه سايت تايتل، هتلاقي في سايت داتا بيس سيرفر وسايت سيرفر، كل واحدة فيهم فيها فايلز مختلفة بتاعت باك اب. الاف والاف فايل ديت اللي هي داتا بيس سايت سيرفر الاس ام اس سيرفر سيرفر الانبوكسز لوجز. لما بتيجي تاخد باك اب زي ما اتفقنا بتستارت ديت السيرفيس ديت، السيرفيس ديت بتحاول تشوت داون او ستوب سيرفيس عشان تاخد منها سناب شوت. الحقيقة احنا شغالين في اس اس سناب شوت، فالفي اس اس بي يعني بيحاول يوقف السيرفيس عشان ياخد سناب شوت ويرجعها تاني من غير ما يعني يحصل دروب في الداتا. في لوج برضه اسمه اس ام اس باك اب، ده اللي تقدر تلاقي منه الستيت بتاعت الباك اب ضامن ولا مش ضامن ولا كويس ولا لا. في 16/10 لما تيجي في التاب بتاع administration sites site maintenance وبتيجي تختار settings بتاعة الباك اب، هتلاقي في 2 اوبشن، باك اب باص بتاع السيرفر وباك اب باص بتاع الداتابيس. انا بقول لك يعني بحيث لو انت نزلت ما تتفاجئش بالمنظر، يعني اللي هيقابلك في 16/10 هو نفس الكونسيبت. زي ما انت هتاخد الباك اب ده هتعمل له ريستور او تاخده على سيرفر اللي هتستور عليه كونفيجريشن مانجر سيرفر.